والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كالعادة أخواني أخواتي، مرحبا بكم، مرحبا بكم في اللقاءات الدورية التي يقوم بها ركن تحت أقصر، وهو نادي ثقافي. وفي هذه المرة يطيب لنا ويطيب كافة الأعضاء أن يرحبوا في سبيلنا، نقول سبيلنا لأنه من أسرة التربية، الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السرور، وهو الذي سيحدثنا اليوم على ما قدمت قريحته من الكتابة في وما خلاصة تجربته التربوية وخلاصة دراساته المعمقة في الكتاب وتحت عنوان مجادلهم كشف الشبهات والمغالطات المستجدة ومناقشتها في ضوء العقل والنقل. هذا الكتاب بين أيديكم، وهو يعني حتى ساعه معقول في مستشفى الدينار، فسنتناول الحديث في هذا الموضوع. وفيما بعد نتولى في حصة زمنية قصيرة أن نتقدم ببعض الاستفسارات وبعد الأسئلة التي يمكن لنا أن نجيب عليها الأستاذ، وجلسة حوارية أكثر منها جلسة أكاديمية، ولكن لابد أن المقدمة أن يقدم لنا هذا الكتاب. فأهلا وسهلا بكافة الضيوف، سيادة بيبس، حمز، بار، كل خيال على النادي، أهلا وسهلا بكم. والكلمة للدكتور عبد الرزاق السرور. لا أريد أن أقدم يعني موضوع السي في عند عبد الرزاق، يكون موجود ومكتوب دكتور تحصل على شهادة دكتوراه، وهو في الكتاب موجود كل هذه المعلومات الدقيقة. ولذا نترك الكلمة إليه يحدثنا بما سمعه في هذا الكتاب. فشكرا لكم، والكلمة للسي عبد الرزاق. تفضل سي عبد الرزاق. رواد هذا المنتدى، أشكركم أولا على الاستضافة، لقد أسعدتموني بملاقاتكم الجديد بعد لقاء آخر عابر. أقدم لكم هذا الكتاب في هذا المنتدى وفي هذه المدينة الفيحاء حملات، وأشكر بالخصوص الأستاذ مختار والأستاذ رمضان الذين بادرا استدعائي في هذا اللقاء. سأتحدث في هذا الكتاب الذي قدمه الأستاذ مختار بعنوان وجادله حسب هذه المرحلية أو حسب هذه الهيكلية. أولاً سأتحدث عن العنوان وأسباب اختيار العنوان وجادله، ثم أقف عند دواعي تأليف هذا الكتاب، ما الذي دفعني إلى أن أؤلف هذا الكتاب، ثم سأبين المنهجية التي اعتمدتها في تأليف الكتاب. هذه المنهجية الحقيقة هي تتراوح بين منهجية فيسبوكية وسأوضح ذلك، ومنهجية علمية دقيقة وجهتها للمربين أساتذة ومعلمين الذين كنت أبشرهم في الماضي في هذه الدائرة في غير من الدوائر، وهي من المسائل التربوية. وأختم بالطبع ببيان بعض الموضوعات التي وزعت الموسيقى فيها، لكن بعض الموضوعات فقط يمكن أن نقف عندها من بعد في النقاش باختصار. لماذا هذا الاختيار ربما لهذه الموضوعات بالذات؟ أولا أريد أن أقول إن عند خروجي إلى التقاعد لم أعد في ذهني نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي وسرة، واستطاع أن يغرسها فليغرسها. يعني هذا الحديث يفيد أن الإنسان ما دام حيا، ما دام يمر بالحياة، فلا بد أن يبذل ويعطي جهوده في مجتمعه وأمته، ولا يتوالى عن ذلك. كذلك استوقفتني مقولة رائعة للإمام الشافعي رحمه الله عندما
قال كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. وعلي قررت او عزمت على ان اواصل العمل والتحقيق والبحث والتدريس الى الان في كثير من الجمعيات الموجوده في تونس العاصمه وفي احوازها. وقمت ايضا بتحقيق بعض الكتب التي رأيت أن أصحابها مغمورين حقيقة، غير معروفين، مجهولين. أولهما الأستاذ الشيخ أصله من سقارس، اسمه شقارسي، ألف 5 كتب. حقيقة راعني أن عندما رجعت إلى المكتبة الوطنية هذه الثروة الضخمة من المخطوطات التي تنتظر البحث وتنتظر الخروج، وهذا الرجل مغمور. لم تتحدث عنه كتب التراجم كشجرة النور الزكية محمد مخلوف المنستيري، ولا حسن حسن حسني عبد الوهاب في كتاب العمر، ولا يعني تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ الصفاقسي. أهملوه. ليش؟ لأنه كان مشاكسا، كان يناقش، كان يعني له شخصية في أن حادة. من أين استقيت ترجمته؟ من كتاباته. ألف 5 كتب. 5. حققت 1 اسمه عمدة القارئين والمقرئين، وكلها في علوم القرآن وفي القراءات. من الكتب هناك كتاب في 20 ورقة، يعني تقريبا 200 ورقة، يعني 400 صفحة، في جزئين، اسمه الشروب الثواب، وكتاب آخر اسمه الأجوبة المدققة على الأسئلة المحققة. كان يقبل الأسئلة من جميع أنحاء، حتى من الجزائر، لأنه درس في الجزائر كما درس في تونس، ويجيب عنها. كذلك كتابين ضخمين كبيرين، وكل مخطوطة بخط يده. وتعرفون في علم التحقيق، يعني المؤلف عندما يكتب بخط يده فهي وثيقة مرجعية أساسية أصلية بالضبط. عجبا كيف لنا هذا التراث ويهمل بهذا الشكل. ثم أيضا وجدت أنا بعد خروج هذا في أول ما يعني قدمت هذا كمطروحة، ثم رجعت أيضا أبحث عن تلك من المغمورين، فوجدت أحدهم اسمه ابن بزيزة في علم الأصول، علم أصول الدين، شرح كتاب الإرشاد للإمام الجوين، وما أدراك ما الإمام الجوين، شرحا حقيقة ممتازا. فأخذت أعمل فيه وأحققه المكتبة الوطنية وأصور إلى آخره، ولكن تعبت في الأخير في النهاية، فاستنجدت لأحد تلاميذنا وهو أستاذ الآن يعني عدد التراث والتحق بالجامعة وأعانني عليه حتى أخرجناه، اسمه الإسعاد في شرح الإرشاد للإمام الجوين. إذن دخلت في التقاعد بفكرة التقاعد لا يعني القعود، وهذه الفكرة حقيقة يعني استنتجتها حتى من اختلاطي ببعض الزملاء الذين عندما نتحدث أحس أنه فراغ. لذلك يجب على كل إنسان قام بواجبه أثناء الحياة العملية والوظيفية أن لا يركن إلى القعود، وخاصة من له إيمان بالعلوم وبالمعرفة. في هذا الإطار إذن خرجت بعد الثورة كما تعلمون كثير من ما يسمى بين ظفرين النخبة، أخذت تتطاول على الدين وعلى الإسلام، وخاصة على أصوله وثوابته. نعلم أن كل مؤمن مغفل يسمع بحرب تدور على دينه وهو يقيم الصلاة والصيام إلى آخره، ولا تظهر فيه بعض النخوة يدافع عن دينه، يعني يتجرأ أهل الباطل على الدين ولا نتجرأ نحن على الحق. على الحق. ومع أن قلت لكم اني كنت ادرس، ولكن ما زلت ادرس في
بعض الجمعيات كجمعيات العلوم الشرعية، وبين قوسين هذه الجمعيات من هي؟ شكون مريدوها؟ مريدوها الدكتور في الطب، والدكتور في الرياضيات، والأستاذ والعفو المهندس في الإعلامية، والأستاذ في مادة مثلاً كتجفيف المنابع الذي وقع حقيقة معناها لمسته. نستسأل عن أمور بسيطة، لا أقول مثلاً في الدرس هذه من الأمور المعلومة من الدين للضرورة يستوقفك، أمور معلومة تقول القدر هو كذا مثلاً القضاء والقدر، تقول له الإنسان مخير فيما يعلم ويجهل وهو مجبر فيما لا يعلم ولا يجهل يوقفك، يقول بالله مش الحال، يقول ما عنديش وقت، عندنا خطر برنامج وعندنا امتحان، قول ها واش نكتب لك انا في تجدون في الفيسبوك، تجدون في الصفحه الرسميه في الفيسبوك الجواب. فاذا به تجتمع كثير من المقالات، وبعض الاخوه طلبوا مني بالطبع ان تكون هذه المقالات في كتاب، فكان هذا الكتاب، لكن ليست كل الموضوعات، اعطيكم قائمه في هذه الموضوعات. ثم ان هذه الشبهات التي انتشرت كانتشار النار في الهشيم بعد الثوره باسم الحريه، الحريه التي يعني كلنا نعلم انها لها حدود، خاصه فيما يتعلق بثوابت الاسلام. فكان ان قمت اذا بمناقشه بعض الموضوعات في ضوء العقل والنقل دون تشكيك في النوايا او طعن في اديان الناس او تكفير، لا اتي بالمقوله واعود الى المصادر. اذا كان عندي فتح الله علي تلقائيا اجيب، واذا توقفت اعود اما للمصادر الاساسيه او اعود كذلك الى يعني المواقع الإلكترونية التي تعرفون الآن فيها كثير من المعلومات. المهم أنها لا يجب أن تمر تلك ذلك الفكرة الهدامة، لا أستطيع أمام طلبتي وهم يسألون مثلا أن أقف موقفا سلبيا. وعليه كان هذا الكتاب. والمعلوم أن ديننا يرتكز أساسا على خمس قواعد تعرفونها، الشهادتان والصلاة والصيام إلى آخره، لكن يرتكز أو يتميز بخمس مميزات أيضا لا نجدها في الأديان الأخرى حتى الأديان السماوية، وهي أولا الوسطية، فهو ضد التطرف من هنا أو هناك، ضد الذين يصورون الإسلام غلوا وتطرفا وإرهابا وتزمتا على النص على ظاهر النص، وكذلك ضد التطرف الآخر الذي ما يسمى بالإسلام اللايت والتساهل وإلى حد التحلل من كثير من الأديان. إذن فإسلامنا يعني مرتكز على المميزة هي الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم الواقعية، الإسلام لما نزل عالج الواقع، ومن هنا هذا الثالوث المعروف في علوم القرآن هو النسخ والتدرج في التشريع كالخمر هذا توزيعه، إذا النسخ والتدرج في التشريع، ثم شيء آخر يعني أسباب النزول يعالج الواقع في الخمر والزواج والطلاق إلى آخره، معالجة لحياة البشر. إذا فهو دين واقعي، ليس دين مثالي، ليس دين مثلا كالمسيحية الذي لا نجد فيه يعني تشريعات ونجد فيها فقط فيها روحانيات، ولا الدين اليهودي أو الدين اليهودي الذي يركز على الناحية المادية كثيرا. إذا فلان ديننا هذا الوسط الواقعية. ثم العموم، هذا الدين موجه لعموم البشر، لهذا يا ايها الناس بدا ثم يا ايها الذين امنوا، لا فرق، عموم. ثم الشمول،
يشمل جميع مناشط الإنسان. أنت تحب تتزوج، عندنا قواعد في الإسلام. أنت تريد أن تطلق، أنت تريد أن تعمل شركة، أنت تريد أن مساقات، أنت تريد أن في السياسة الدولية، كله يسميه داخل في الشمول. ثم الصلاحية لكل زمان ومكان. إسلامنا هذا يعني صالح لكل زمان ومكان، ومنهما كان أصول الفقه، وهي المادة التي أدرسها، والتي كنت في هذه المحاضرة في هذه الجلسة، كنت أعقد العزم والطمع على يعني في محاضرة تتعلق بالموازنة بين المصلحة والمفسدة في التشريع الإسلامي، وموضوع أعتقد أنه يبين لنا أن الإسلام يوازن إذا اجتمعت مصلحتان أو اجتمعت مفسدتان أو اجتمعت مصلحة مع مفسدة، كيف يوازن العقل الإسلامي هذه الأمور. إذا هذه المميزات الخمس يعني تقطع مع ما يسمى اليوم بالفكر الإرهابي المتشدد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، متنطعون من؟ هؤلاء الذين لا يعون من الإسلام شيئا، إما أن ذهبوا إلى جعل الدين عبارة عن يعني جمود على النصوص دون عقل، أو الذين ذهبوا كما قلنا الذين يريدون أن يبيحوا كل شيء، كل شيء. إذن هذا يصدق فيهم قول سيدنا عيسى عليه السلام: لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير. معناه لا تعلق الجواهر، هذه جواهر لا يدركها إلا أهل العلم، فلا يمكن أن يأتي كل من هب ودب وسوف يوضح لنا الجواهر لا تليق بهم، لأنهم لا يريدون معرفتها وخبرها وسهرها وإدراكها. إذن هؤلاء هذا التطرف يعني هذا إرهاب فكر، ولد إرهاب رصاص، وكلاهما يغذي الآخر، لأن الذي سوف أنت تطعن في دينه وفي عقيدته سوف يكون رد فعل من شاب خاصة المراهق. لاحظوا أن الشباب أغلبهم من المراهق شوية شباب، فسيكون رد عنيفا بشكل في ذلك. وعليه كان لزاما أن تكون أناس يعني حقيقة لها من الوعي ما يعني تحاول أن تبين منهج الإسلام المعتدل والوسطي في هذا الزمن. ثم تعرفون كلكم ما تروجه هذه الوسائل، خاصة الوسائل الإعلامية بذاتها، من إباحة قتل لحم الحمير وتحليل البغار وتحليل يعني حرية المرأة في جسدها والخمر أنه حلال. عندما تدرسون الموضوع في الكتاب، صحيح الخمر في يعني في وقت ما كان مباح فترة ما، الفترة المكية، لأن جاء بالتدرج، حتى قالت عائشة: لو أن أول ما نزل من القرآن لا تشرب خمرا ولا تزنوا لما ترك أحد شرب الخمر ولا الزنا. ومن هنا نبدأ يعني هذا الموضوع بهذا التدرج الذي ذهب إلى حليته، ذهب مباشرة إلى يعني التحليل لكن في القرآن المكي، وغفل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والضمير على من يعود؟ هذا الرجس الذي ساوى بين خمر والميسر والأنصاب، عبادة ما ينصب للعبادة، والأزلام الأشياء الثلاثة مع السهام التي توضع في الكوز، لا مش أزلام يعني الأستاذ الذي أباح الخمر تغافل واعتمد على ذلك. ومن ثمرات النخيل والأعناب ومن تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، صحيح هذا من باب الامتنان، هذا من باب يعني أنكم تستعملون هذه الثمرات يعني رزقا حسنا وسكرا، يعني كأنه يقول هذا موجود عندكم، لكن بالتدرج شيئا فشيئا يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس بدأت وإثمهما أكبر من نفعهما. هما شيئا فشيئا صلى أحدهم بالناس سكارا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أعطاهم العلة. ثم أخيرا في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تجتنبوه أكثر. خلك علاش ما قالش يعني حرم الخمر كما حرمت الميتة؟ يا اجتنبوه أكثر من حرم. هذه ناحية. ثم آخر الآية فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني عبارة ولدك أنت كيشوش ويهرش تقوله مفيدش ايش معنى؟ معنى أوفى انتهي يكف. ولذلك قال عمر انتهينا وأغرقت يعني دينان الخمر في المدينة. هذه يغفل عنها السيد الذي يقول إن الخمر حلال محلل. سبحان الله. يعني مش مغالطة هذه. لذلك قلنا الرد على المغالطات في ضوء العقل والنقل. سبب آخر هي كما أشرت تواتر العمليات الإرهابية في بلادنا باسم الدين. وهذا الخطر في باردو في سوسة في 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 يعني فإذا بالإسلام يصبح معناها يعني تتأجج الكراهية ضده في الداخل والخارج. والمشكل أنهم يرفعون ذلك باسم الله أكبر باسم الإسلام. هذا شيء حقيقة يبعث في نفس المسلم أن يعني هذا كرم عظيم بد من مجابهته. باش يجابوه؟ يجابوه بالوسائل الأمنية وكذا، ولكن يجابوه أيضا فكر منطق. الناس يقولون أنا لابد أن يعني يحاورون وشوف نبتوا من التربية. في المدارس وفي كل الأجواء التي من شأنها والثقافة والنوادي إلى آخره من شأنها أن يعني تبعد هؤلاء الناس. راهو أحيانا قد يعذرهم الإنسان ونحن لا نعذره، ولكن نظرا أن هناك ضغوط وهناك يعني عارفون هناك خارجيين هم الذين يدفعون إلى ذلك. شكون صنعهم هذول؟ من صنعهم؟ صنعتهم المخابرات العالمية معروفة. سبب آخر وهذا سبب شخصي يعني مرة في الدرس أنا مستشفى شوية الدرس جاءني بعد في البلاد في يعني ما بين المغرب والعشاء كملت الدرس وعرجت في الدرس على عرجت في الدرس على التوبة. تعريجة كنت شروط التوبة ثلاثة وذكرت حقوق العبد أربعة. تعريجة الموضوع آخر ولكن لما خرجت وكملنا وقت حاج شوي برد أنا مش نطلع في السيارة نشوف سيد يوقف كم شوية عرفت لي عنده حاجة بحبي كنت اتفرج جلس حدايا السيارة والله يا رب في حيرة من الله نسمع فيه أقول على التوبة وعلى أن الله يفرح بتوبة عبده فرحة الأعراب اللي عنده ناقل إلى آخره القد الذي جاءتك الناقة بعد تعبد يمشي حتى يلقاها من بعد معناها من قال الحمد لله أنت عبدي وأنا ربك. مش يقول أنت ربي وأنا عبدك. أنا الرسول قال هذه القصة. أنا من شدة الفرح الله بتوبة عبدي حتى يخطئ يعني أخطأ هذا الأعرابي. فهمت ولا خلي حد يسأل الكلام يا يعني سألت والجواب ما أقنع عليه. قال شنو عليك؟ قال عندي بنتي ما شاء الله عليها معنى جميلة كذا كذا وهي في البكالوريا وكنا احنا كما تعرف دار بها بعد كذا فشدت صحيح باش تتزوج. أنا رفضت بالطبع وعيت احنا محافظين بالطبع
المهم أنا خالف أمريكا وإن أنا أغضب عليها، لكن بابا وأمي موجودين معاه وزوجته كذلك والوداد مع أخواتها كيفهم يحبوا فيا وكذا ورجع تبغى 4 سنين أو 5 سنين ولا 7 سنين حصير مرض وهي تعمل بنت خليجي هو بني صغير مقاوم صغير جي بتعرف الحب بتعرف الطقس عن بعد تبدا تنظرني وكا تكلمنيش وانا ما تكلمنيش تقذرني تقعد تقصر ساعه تمشي برا برا تعاود اسبوع تعاود تجي توقف بعد سمعنا جبت وليد شوي بشوي ما انا حتى ولدت فيه معاها توقف قلت انت توا شنو بتسالني انت توا قال لي باش نسالك شنو انت جاي عندك الجواب انت توا قال لي صحيح شوف شو صحيح شو تحب قال لي تحب ترجعها تحب تتوب عليها تحب تسامحها هيك ولا لكن الشيخ هو قال لي مثل ما خرجت عليك قال لي الشيخ غالي انت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك جاينا باش نفتيك وانت الجواب عندك امشي في سرجع بنتك الى حظ عائلتها وإن هاك الحفيد هذاك باش يرفع حصونه وإلا معناها امك تنسى خلفت امك تنسى خلفت الاب والام هين عندك وعند الله تخيل يا باشا علمتوا أنه الحمد لله معنا رزح أو حتى حفل شوفوا كيفاش سعاد نرجع إلى قضية سيدنا عيسى لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير هذا السيد يفتي معناها وقت اللي عنده فتوى من الرسول مباشرة استفتي روحك يا أخي أخبير الإسلام عندك أنت فقط الإسلام موجود عند القاء بنسب نحرض العقل على نوجهكم الى يعني الطريق القويم الاكثر هذه الحادثه خلتني نكتب غائب في فصل الجعل معناها بعنوان الا تريد ان تكون حبيب الله ليش لان الله يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح التائب حبيب الله والتائب الله يفرح بتوبة عبده كلكم خطائين يا رسول كلكم خطائين وخير الخطائين وعليه هالحالة الحقيقة اتصال بالناس وتسمع خبيب انت من خلال المشاكل التي يعيشها الناس ولذلك كثير من الكتاب راه حول هواجس طلبة وهواجس بشر مش جاي كيك معناها تنظيرات لا ما حش التنظيرات موجودة كتب لكن نريد أن نجعل من الواقع الواقع يا رب وهذه مميزة كما رأينا مميزة من مميزات الدين الإسلامي الواقع واقع الحياة ولذلك نجد المرأة التي وقفت لعمر وتقول له يعني كنت عويمر في الجاهلية وأصبحت عمر وأصبحت أمير المؤمنين فاتق الله في قام صاحب القيادة لا تعرفين أنت شكو متخبي هذا عمر قال هذا اصمتي هذه المرأة سمع الله قولها في أعلى سماوات فكيف لو أسمع إليها هي قولة هذه التي أنزل الله فيها قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما القرآن نزل في خولة وفي غير خولة والله إذن القرآن يعالج الواقع ونحن وهذه الطريقة أو درس لنا ككل المسلمين أن نعالج الواقع من خلال النظرة الإسلامية لكن الصحيحة ليس بالمغالطات ليس نقول نحول الحرام إلى حلال والحلال إلى حرام كما يفعل هؤلاء هذه إذن جملة من الأسباب أما الآن إلى المحاور المحور الأول هو قلت محور فيسبوك ولذلك نهجت فيه ليس كالجزء الثاني الجزء التربوي
نهجت فيه منهج يعني مصادري أضعها في مص حتحتاج من أسفل. نظر الناش السرعة لأن يعني تخرج مشكلة بسرعة ما مدونة. مش نقعد نرجع إلى بعض المصادر لكن في الحقيقة لا أجد الوقت حتى الفيروس لا تسمى في المجتمع. أعطيها يعني طلق الحديد وهو سهل. ولذلك تجدونها مختصرة. المقالة مختصرة. مو وحيد كلها. هذه المقالات مختصرة في صفحة صفحة ونص. من علمي أيضا أن الناس لا تقرأ الكتب. لا تقرأ الكتب. ولذلك يجب تكون مختصرة جيدة جدا. في حين في المنهج الثاني الذي وجهته للمربين الأساتذة الذين كنت أتعامل معهم في علوم التربية ذاك ستجد أن هناك السند والمرجع بحذافيره مع المصادر وقائمة المصادر في آخر الكتاب حتى يعني أجعل الشاب يزيد ويتعمق ويبحث من خلال المصادر. وعليه قد تجدون ربما الخلل وأعترف به ربما سأعالجه في طبعة أخرى نظرا للسرعة ونظرا لحبي أن يعني كنا نتنافى أكل المصاب الذي نزل لأنه مصائب رب والله ما أعرفش مصائب يعني توجيه واحد يحمل محرم الله هكاك بكامل الخمر على التسوية في الإرث أنا عندي خمسة ردود على التسوية في الإرث وثارت من جديد هذه كانت ديما رب ثارها أحد الفلاسفة قد شو واحد فيقال عدل هو عجب أنت أعدل من الله سبحانه وتعالى. كذلك في قضية المرأة على الله يعني لماذا فما واحدة جميل لماذا الله هو ذكر لماذا ليس أنثى؟ هذه قالت حتى السعداوي هذه واحدة في مصر أذكرنا أنه هو السعداوي وقال شو الحكم الذي معناه الرجل يأخذ أربع نساء ولماذا لا تأخذ النساء أربع رجال؟ فإذا العلم يسفيه وأخيرا أن لا يمكن لأن المرأة لها جهاز كمبيوتر إن صح التعبير لا تستطيع أن تقبل الشفرات مع الماء المنوي إلا واحدة فإذا اختلطت مرضت بالإكس ومرضت بمرض يعني سرطان الثدي ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى ما يسمى لماذا بالعدة حتى يعني تكون نقاوة الرحم ليقبل يعني شفرة أخرى. كيف نقول إذا؟ فكيف نقول إذا أنه لابد أن يكون هناك يعني أربع نساء أربع رجال لامرأة واحدة؟ وليس منطق العلوم هذه العلوم قد أثبتت قضية العدة بالنسبة إلى المرأة. المنهج الفيسبوكي الآن غيرت لأن هذه فترة الكتاب خرج في آخر جرف وأغلب ما كتبته في رمضان الماضي ولكن الآن أكتب شيء جديد ولكن نزعت من المقامة تعرفون المقامة لها أهمية كبرى المقامة عند الحريري وعند يعني بديع الزمان هذه أيضا يعني فيها جانب سخرية فأيضا غير أحيانا وتجدون هذا مثلا في بعض الفرق الإدارة التي راجت حسبها في تونس مثلا قضية عباد الشياطين عباد الشيطان موجود الآن وله مظاهر خاصة له قبعات خاصة له الوشم يجتمعون ليقوموا بالأمور الجنسية مع بعضهم البعض نساء وذكور وإناث في بعض الأماكن الراقية في العاصمة وفي السوسة وغيرهم يعني لهم يلبسون يعني صدريات إلى خلافها جماجم بشرية مصورة جماجم بشرية يجعلون في أيديهم ومعصومة من الأيمن أشياء سوداء قبعات سوداء أخيرا معنا قبضوا على 70 منهم الذي قتل الصبي الصغير الذي قامت
لأربع سنوات العسكري هذاك ثبت أنه من هو مستصيب دماء. نعم صحيح، يقتلون يذبحون القط الأسود ويشربون دمه، بل أقول لكم وهذا الفضيع يكتبون آيات القرآن من حيث المثال. هذا الشيء فضيع. كذلك يعني بقية الماسونية فرنسون هذه موجودة في تونس، ليست منتشرة كثيرا ربما، يعني هذا موجودة أيضا في الصفحة الرسمية، يعني بعض الفرق المصيرية التي تقوم بالحرب في سوريا وغيرها من الفرق. فالكتابة والردود في هذه المسائل يعني لابد أن يكون الإنسان أولاً سعى موضوعي فيها حتى لا يظلم الناس أشياء، ثم لأن الكتابة في المسائل الدينية خاصة مسؤولية، لأن من يؤلف للناس في أمر دينهم هو في الحقيقة يوقع لهم عن الله سبحانه وتعالى. لهذا يحذر الإنسان المغالطة والتنكب على الحق، هذا معناه مصير بالطبع، هو لابد أن ينكشف في الدنيا فضلا عن انكشافه في الآخرة. في الجانب الثاني في المسائل التربوية ركزت على مسألتين هامتين في هذا الموضوع، وهما رصيد الفطرة في تربية الإنسان، وهذه توا الدراسات العصرية رجعت بعض المدارس من كابد قضية التربية والتعليم يعرف ما معنى التربية ومعاملة المراهقين خاصة، فرجعوا إلى قضية الفطرة. وما هي الفطرة؟ الفطرة ليست عقلا صرفا ولا عاطفة محضا، وإنما هي مزيج بين العقل والعاطفة، إذا امتزجا كانت الفطرة سليمة تنشد الله سبحانه وتعالى. وهذه ما يعبر عنها ابن عاشور في تفسيره هي بذرة الإيمان، كل إنسان وضع الله فيه بذرة الإيمان، كما وضع فيه بذرة الكراهية وكثرة الحقد وكثرة الكذاب، بحيث الإنسان مفطور على الإيمان. هذا الإيمان إما أن يترعرع أو إما أن ينحرف. إذن يقول القائل شبيه الملحدين وكذا، لأن فطرتهم انحرفت، كما نقول مثلا إن الإنسان يعني كالمرآة يأتيها غبار، فلا بد أن نزيح ذلك الغبار حتى تعود الفطرة إلى سلامتها. عرجت فيه إلى المدارس التربوية المعاصرة، وخاصة يعني المدرسة الإسلامية التربوية إن شئنا الإسلامية. ثم موضوعها أيضا يعني تنمية صحة المراهقين والمراهقات. هنا الأسرة والمدرسة والشارع، وتعرفون قيمة المراهق وقيمة المراهقة، فإذا كان الوالد والوالدة لا يعي بهذه المشكلة في أبنائه بالطبع سوف يجد حرجا وإشكالا في معاملتهم، وكذلك المدرس، وكذلك بالطبع في الأسرة في الإعلام في الشارع في الله، حيث أنا أيضا موضوع أردت أن أحلي بهذا الكتاب حتى يكون معناها ربما من نبراسا لبعض الخيال المربين الذين يعانون قضية التربية كما عانيناها وعانى الكثير منها. أمر إلى الآن إن شئتم إلى بعض الموضوعات والتي تجدون بعضها، ولكن بعد ممكن أن نتوقف عند البعض. مثلا أخيرا في طبع كتاب كهذا لابد أن يعتمد على مسائل عقادية فلسفية تصل إلى الطلبة. الأدلة ثلاثة على وجود الله: دليل الفطرة، دليل الهداية، ودليل العقل باختصار. ثم في مسألة القدر تهيمن كثيرا عند الناس، قدر الإنسان مخير في مسائل. ثم فتوى إباحة لحم فتوى الوزير في إباحة لحم الحمير، جاء الوزير شفتوه مرة وزير سوف تلقاه
يكونون في ديانة ولا مش نوع سألوه قالوا لي أنا الضرورة 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 تقدر بمقدارها. شو معنا في سوريا نتبع القطاع حتى في وقت الثورة ما صار لنا هذا والضرورة وقت تكون تقدر تقول ضرورة نشرب الخمر ضرورة عندما تكون عطشان ميت لكن تقدر بمقدارها مش نشرب دم كامل ونقول ضرورة نشرب ما يزيح عني العطش تقول ليش هذه ضرورة. وثم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم في غزوة خيبر لحم الحمر الأهلية واضح بنص صريح واضح ولهذا نقول أنا نقول هي ضرورة ولكن ضرورة تقدر بمقدارها. هكا ولاك عالم أنت مفتي فهكا ردوا عليه. ثم جمع القرآن من المزابل قال القرآن جمع سيدنا عثمان من المزابل أتيت أدل على جمع القرآن في عهد أبي بكر وعهد عمر وهذا يعرفه كل الناس. ثم قضيت الفساد إلى كل آكل للمال العام تأكلون نار وتشربون سما زعافا. قلت على خاطر هذا الذي أصاب البلد لو لم يكن هذا المشكلة كانت 12 مليون أمام قرية في الصين نستطيع أن نعيش أنا ثم جمعية القرآنيون وفتوى الطالب في إباحة الخمر والبغاء الذي قلناه أيوة دعوة التسوية في الألف إلى آخره. أي في موضوع تحرر أمر العبودية في قضية الشذوذ الجنسي أو المثلية التي قالت بها أحد العلماء أو المثلية حلال والسحاب حلال من الشذوذ من جمعية شمس ويريدون أن يقننوا زواج المثليين هذا غرار أوروبا وشكرا الجمعيات هي الجمعيات اللي خلفها رأوا من خارج قضية زداء وكذا لو أن بغلة في العراق عثرت عمر والمسؤولية قضية هيبة الدولة ماذا قال عمر؟ والله لو أن بغلة في العراق عثرت سألتني عنها يوم القيامة لماذا أمهد لها الطريق بغلة مش عباد وكياسات حطمة إلى ثم تقرأ سيرة النبي في تعامله مع غير المسلمين هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا فيهم شفت كيف عامل الرسول أنتم الطلقاء رحمة هذا العنف وباسم الإسلام هاي مشكلة. ثم ظاهرة عقوق الأمهات هذا علقمة علقمة لم يستطع أن يقول الشهادتين عندما جاءت الملك الموت جاء النزعة الأخيرة فبعثت جنته للنبي تقول له إن علقمة لا يستطيع أن يقول الشهادتين عقوق الوالدين فأرسل ببلال وعلي وقال برلقنوه جاء الملقنان فلم يستطع فقال انه من والدين قال عنده ام كبير عجوز قال هاتوها او اذهب اليها فبعثوا اليها فقال انا اتي جاءت قال يا ام علقمه ابنك كذا وكذا كيف كان علقمه معك قال لم يكن يحترمني ولم يسمع كلامي ويسمع كلام زوجته علي ويفضلها علي ولكنه كان صواما قواما متعبدا فقال يا علي اذهب واجمع لي الحطب فقال له لماذا يا رسول الله قال اريد ان احرقه احسن ان احرقه هنا او احرقه الله سبحانه وتعالى قالت لا يا رسول الله إنه ابني يعني سميتي فقالت أشهدك وأشهد الجميع كل الحاضرين أني عفوت عنك فإذا ببلال وعلي عودان البيت فإذا من السقيفة يسمع لا أشهد أن لا إله إلا الله معنى قيمة الوالدين
مولاتكم، أليس في الزكاة من حلول لمجابهة الانتماش الاقتصادي؟ تعرفون في أوروبا أن ما شاء الله من الأغنياء وعندهم زكاة ما يعرفوش شنو يعطوها حتى يأتوا إلى هناك، ما يعرفوش ناس، حتى ولا صندوق عرضوا بالزكاة ولكن الدولة لم تلجأ إلى استثمار الزكاة، وكل الناس يريدون إعطاء الزكاة ثروة، علاش ما نعرفوش بها؟ فقلت اقتراح، يعني اقتراح هما التوبة والإعلام المضلل، البدعة والعلاج بالقرآن. أيضا تجدون معناها البدعة عند بعض الناس في الألبسة وفي يعني كثير من العادات، لا ما نقروش الفاتحة على الميت، ولا من يعني ما نقروش العزاء، ولا لا نعرف هذه الأشياء. يا أخي سبحان الله، أين تأتون؟ أين النصوص التي تأتون بها؟ بدعة بدعة بالضبط، بدعة ليست منه. زفرة الحر في ليلة النصف من رمضان، الإعلام الهدام في رمضان، تلاحظون من يربح البقار، أفلام الشذوذ وأشلام الخمر في رمضان بالذات، في رمضان وسلسلات وقت خرج زفرة، يعني شيء عجيب. وهكذا أن في رمضان ماذا تلاحظ في تونس؟ ورمضان على الأبواب سنلمس كثير من السلوكيات التي تتناقض أصلا مع خلق الإسلام من عش وتلاعب بالأسعار وخصام في الأسواق وفي البيوت وميسر في الليل ونوما بالنهار ونشر للرذيلة في وسائل الإعلام. هذا رمضان إلا البعض طبعا مش نعمه، لكن أصبح في تونس ما كنا نعهده نحن ك يعني كل حاجة عندها. فكان اذا ولذلك قلت انها الانصراف في رمضان الى البطون، ومن كان همه في بطنه فهو لا يساوي الا ما يخرج منها، وعليه هذا مستوى طماطم البطاطا زي الحمص زي الخس زي الدجاج البطن البطن. سبحان الله، حتى الدوله حضرنا وعملنا وشنو عرضك من برا من خارج. ومسائل أخرى أتركها لفضولكم مع المسائل التربوية التي أشرت إليها، وأختم بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سي عبد الرزاق، البحر العميق الذي شكرا لك مع تقديم هذا الكتاب وهذه المسائل. طبعا بطبيعة الحال أن كل هذه المسائل ستجدونها في هذا الكتاب ولتعمق برؤية أكثر وأريحية. ونفتح الآن إذا كان هناك بعض الأسئلة موجزة، لأننا محددين بالزمن، قلنا دائما أبدا لنا تخصص لهذه الحوارات حتى لا يكون مملة. فمن يريد أن يستفسر شيئا ما فالأستاذ عبد الرزاق بعد برد صدر أحب يمكن لنا أن يزيد من التوضيح والإجابة. أهي سيدي نظام أنا نحب نستوضح صديقي سي عبد الرزاق، نحب نفهم ما معنى القرآن صالح لكل مكان وزمان، لأنه هل هو المقصد أنه كما كانت الناس تعيش بكري وفي عاداتها بتقاليدها بكلامها لازم احنا نكون هكذا، ام هناك رؤيه اخرى معناها هي ان نتعمق في ايات القران ونبحث ونجتهد حتى نستنبط ونخرج من القران ما هو صالح لهذا الزمان. لذلك هذا خلط
نعبوا فيه برشا وبرشا خلافات أساسها هو عدم فهم معنى القرآن صالح لكل مكان وزمان. لذلك أطلب من سيادتكم باش توضح لنا ما هو المقصد. وشكرا. بكل إنجاز طبعا القرآن هو أتى بالكليات في كل مشاكل الحياة، مجاش بالتفصيل في كل مثلا في الزواج، مجاش بالتفصيلات الدقيقة، السنة والاجتهاد والعلماء وضعوا شيء هام جدا هو ما يسمى بمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة يعني تتلخص في خمسة أصول: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. هذه من أين اشتقوها؟ اشتقوها من القرآن الكريم. معناها إذن لابد القرآن الكريم عندما نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان أنه يتلائم من خلال هذه المقاصد التي هي مصالح ضرورية ثم مصالح حاجية ثم مصالح تحسينية. هذه التي نقدر نتحدث فيها كلها تعود إلى أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. خذ نفسك أنت، خذ نفسك، ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تشارك أخاك في الإسلام، الشركة شروطها كيف تكون، عقودها إلى آخره. تريد أن تزوج ابنتك، ترى لو هذا الذي سوف يأتيك شو الشروط المستقبلية. كيف الإسلام قبل الإسلام كانت هناك زيجات موجودة وعادية جدا، وحتى اليوم ثم آثار. مثلا زواج الاستبضاع كان موجود. إيش معنى الاستبضاع؟ جي المرأة وقلها اذهب لفلان مثلا قائد عسكري في عنترة ولا يقول اذهب واستبضي منه، تمشي تشتل منه تحمل منه وتجي. هذا كان عادي. زواج الشغار، يجي واحد وزوز مع بعض يقول يا اعطيك اختي وانت خذ اختي بلاش فلوس، معناها هكذا. ثم زواج الابدال، بارك الله في الابدال، هاي خذ انت زوجتي مده وانا خذ زوجتك مده، هذا كان موجود. إذا فجاء الإسلام وقضى على هذه الزيجات وترك الزواج الذي هو معهود اليوم. معناها إذا القرآن صالح لكل زمان وكان أم لا بهذه الكلمة؟ يجينا واحد يقول والله أنا ما نؤمنش بالفاتحة في أما يلزم العقل، صدقي أما يلزم العقل عنده شروط. أنت ما تحبش تعمل الفاتحة لأنك تجاهل معين، أما للشروط اسمها الخطبة كذا، يعني الإجابة والقبول شو الظهور. هذا هو والموضوع يحتاج إلى تفصيل بصراحة. لا مش ما قصدتش هذاك، أنا قصدت يعني على مسألة اللباس بالأكل ولك أنا لا هذيك ليس بالضرورة متعود هذيك عرف ولكن المدارس عليهم والمذاهب عديدة والعلماء أذكر على أي مذهب أو على أي منظر على أي مذهب. ماذا باش ناخذ الحل؟ هل هناك حل واضح؟ الحلول الواضحة ليست موجودة، معناها الحلول النهائية الواضحة ليست موجودة، لأن كل مذهب كل عالم كل مفهوم بيان عند علمائها وعند مذاهبها وكل واحد يقول لك الحقيقة عنه. فأين الحقيقة التي تريد الإنسان؟ معنى عندما يبحث عن الحقيقة في كل ميدان في كل أي حقيقة تريد الإنسان هو أن أرتاح إلى مذهب أو إلى حقيقة وغير اللي يرتاح إليه. لا كنت أنا في السعودية نعمل ولا نخدم ولا
يعملوا كذا وكذا، والاخر يقول لك لا انا كنت في مصر يعملوا كذا وكذا مثلا، ولا في تونس. معناه ليس هناك مرجعيه واضحه وواحده وموحده. فهذا هو يكون مشكل الدم في العالم الاسلامي، نتخبط في امواج وانتحار من المذاهب ومن الافكار ومن الحلول، ولكن الحلول الحقيقيه والصحيحه لا نعرفها. سكر فهو احنا مذهب شنو؟ واحد احنا مالكي مذهب، واحنا من اهل السنه هكا ولا؟ كنا في رمضان في لما مرة هنا سألني على القرض الفلاحي، نساء تعب وكذا على القرض الفلاحي، حبيبي والله احنا نفط وقت هذا مش بيا ثم هما التوازين. شكون بحث وين مشي؟ مشي لي ثم مجمع الفقه الإسلامي مع السنة في الفتاوى في جميع، حتى مش الشيعة خطر الإسلام يستوعب كل الإسلام مع شاء الله إلى الله ورحمة الله وعلى، ولكن ثم مذاهب حسب اجتهاد العلماء وحسب تعرف حتى في المذاهب ثم مذاهب أربعة بس هما أكثر من مذاهب أربعة أبو ثور وكذا. يعني إذا ما تحتاجش، أنا عندي مذهبي هو مالكي سني صراع في هذا الموضوع. هذا ما اما ما تقولش راه يعني تقول بعضنا وهذا كيفاش لا واقع، ولكن عندك الفرنس لا، اذا كان انت عندك الفرنس في اجابات معينه اي، اما انت تحب تدخل لا لا ايش بي انا مجتمع سني من العديد كان ملحوظة بسيطة أريد أن أضيفها أستاذ. إحنا على الجانب الأدبي والجانب العلمي نجو على كل نجو نساهم معه في كلمة فقط حول الحقيقة، كيف ما هي الحقيقة؟ أنت تعلم أن جميع الفلاسفة بحثوا في هذا الموضوع أن الحقيقة ثابتة وحقيقة مطلقة. الحقيقة تبقى دائما وأبدا مرتبطة بالبنية التي تنتمي إليها، أنك هذه حقيقة إذا لم تخرج عن البنية التي أنت فيها، إن خرجت عن البنية التي أنت فيها فهي لم تعد تصبح حقيقة، وميزان القياس عليها أصبح ضعيف. على سبيل المثال في الرياضيات، نأخذ علم الرياضيات هندسة إقليدس التي نحن ندعى معها أن مجموعة زوايا مثلث كذا، أن مجموعة مستقيمان لا يتقاطعان أبدا، هذه حقيقة ثابتة لأنها لا تتناقض مع المبادئ التي بنيت عليها الهندسة الأقليدية سيدي لفاكسيون هذوما، ولكن هذه الحقيقة لم تعد موجودة عندما نمشي هندسة البشوفسكي الذي يقول أن مجموعة زوايا مثلث يمكن أن تتعدى، أن مستقيمان لا يتقاطعان ليست موجودة، فتصبح الحقيقة التي خرجت من بنية التي وجدت فيها ليست الحقيقة التي في بنية أخرى. فنحن إن كنا البنية التي ننتمي إليها البنية الإسلامية فالحقيقة ثابتة في البنية الإسلامية، إن خرجت فهي ليست، إن خرجت عن النظريات الموجودة في الإسلام أصبحت غير نظريات صحيحة، بحيث ليس هناك حقيقة مطلقة بل هناك حقيقة نسبية هي البنية التي تنتمي عليها. هذا شيء ما من الحديث. تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. سعد أشكر الدكتور على المحاضرة الكريمة. انا هما صحيح كانوا في وقت ما كانوا ملاجئين ومشكل البلاد كما يقول هو وهابيين ولا سكر السعوديه ولا في الشام، هي البدع، البدع تتطور
في كل مدينة ولا قرية ولا بلاد تطور واحد يذبح قبل الموت، واحد يذبح بعد الموت، واحد يذبح في الموت، واحد ما يذبحش، واحد مرة دك هذه وتطور ويجيب واحد دوبا شاف بارابار مثلا خاصة تو العلم عرفت البارابولات 900 شان تبع هذا تبع هذا ويجيب يقول لا لا ما يصيرش في السعودية أما كما قال سي مختار هي القاعدة ثابتة الجاهل هو اللي معناتها سكوت الأئمة هي اللي أنا راه عندها دور كبير خاصة في موضوع البناء. شكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك استاذنا، يعطيك الصحة، اليوم معناها نورت بيك. سؤالي هو شد جزء استفسار، معناتها كي نعرفوا احنا في التاريخ نلقاو انه الاستشراق وتاثيره كبدايات معناتها من الفتره الاولى لظهور اليوم اللي نحكيو عليه بظاهره تونس يوسف يوسف الصديق محمد الطالب وغيره، يعني العلوم اللي استقاوها وخذاوها والفكر اللي قاعدين يبثوا فيه السموم اليوم اللي اثروا في مجتمعاتنا لم تاتي من انفسهم بل هو امتداد لابائهم الاستشراقيين والسموم، وكما نعرفوا دور الاستعمار ودور الحملات التنصيريه في ذلك ودون شاهدوا فيه بأكثر وضاحة ووقاحة معناتها في القنوات وكيفاش جيش الأموال وكل رغم معناتها المجهود في بعض القنوات اللي محسوبة على الإسلاميين قاعدة تقاوم لكن مقاومة النملة الشيء يعني هذا ضميم عظيم. اليوم كي نشوفوا احنا المجتمعات بتاعنا تبقى واحد مسلم ولا يشك انه الخمر حلال ولا حرام، يشك في الزنا، يشك في اليوم احنا ما وصلناش لحلال خاطر هذاك نشكوا حتى في الاسلام معناتها احنا تو عندنا بعض المقولات اللي طلعت تلزم 99% من الشعب المسلم يقول لك مثلا احنا اسلامنا التونسي يقول لك اسلامنا الزاويه معناتها فما معلومات نظن انه جو متركاج والا نوع من الهرس لحد الفكر الجماعي اللي خلق نوع من البشر يفكروا بطريقه معينه وهذا كل جذوره ترجع معناتها كما قلنا الاستشراق معناتها موش حديث. الكتاب بتاعك متخيل هو امتداد لما بدأه العلماء السابقون في إجابة على ما أتى به هؤلاء الفدانون وعندها والاستشراقيون وغيرهم اللي هو به يتواشى حتى الحاجة به أنه بكري في تقرأ الكتب كتاب قدامة الإطالة الكثيرة هي ترجع كل أهل العلم والاختصاص يعني العوام لا يجد متسع من الوقت ولا حتى الخبرة باش ينجم يقرأ كتب عظيمة معناتها رغم أنه الفكر جيد اللي فيها هذا كتاب جيد علاش لأنه المعلومة مركزة وتختصر التاريخ دير معناتها بس على ساعات باش توصل المعلومة اللي حاجتك بها. نظن أنه اليوم زاد فما فكرة أنا حبيت نعطي الملاحظة هذوما بعد السؤال تيجي في الآخر علاش اليوم مثلا المصلح يريد الاصلاح في مسيرته وغيره كل ايامنا وثمنا عليه معناتها اليوم تلقى المساجد بريسك تخلو من الشباب، الشباب اللي هو في عمر الناشئه بين 15 حتى التخرج من الليسي وغيره تلتقفهم ايادي للاسف هي شيوعيه يساريه هي ايادي تلقاها معناتها الارهاب الفكري ولا الارهاب خاطر الارهاب كما عرفوه احنا مشكلتنا تو في عصر الدمج هذايا وغسيل الادمغه يعرف لك الارهاب انه شخص ملتحي بقميص يفجر نفسه فقط. نتغاضوا على ارهاب الدوله، نتغاضوا على ارهاب معناتها الفكري، نتغاضوا على ارهاب حتى بتاع الاستاذ لتلميذه، نتغاضوا على مدير المعهد لتلميذه للتلميذ للمعلم بتاعه، فما انواع اشكال قريت مقوله شخص معناتها جزائري معناتها ما شاء الله عليه اكاديمي تقريبا حتى يجي 30 نوع من الارهاب اللي هي معناتها حتى الارهاب اللي معناتها ينسب الى الدين في الاخير هو جزء معناتها نتيجه لارهاب ما اكبر منه. بالتالي هنا السؤال علاش اليوم نلقاو الشباب هذوما اللي هما مخاوفه مازالت معناتها بيضاء يتم نقشها بارهاب نوع معين من التفكير الايديولوجي باش بعد ينتج نوع اخر. اليوم اليس اولى انه التعليم بتاعنا يدرج فيه ماده اللي هي درء الشبهات والا غيره لتكوينه تكوينا اكاديميا وبالتالي يسعى معناتها اهل الاختصاص لتركيز هذا
في المناهج التعليميه، وبالتالي نحمي لانه اليوم قاعدين نلوموا على النتائج ولا نرى الاسباب. الاسباب عندنا اسباب، وتخيل انت وغير معناتها وغيرك من الاكاديميين اولى وادنى انهم يعرفوها ويعالجوها. هذا سؤال، انه الشباب اليوم انقرض من المساجد اللي ادمغت وتم دمغجتها، تحكي معاك في عمر 20 سنه معناتها متشدد الفكر المعين، يدافع عليه، يخف الشبهه هذه اللي تظهر في الاسلام ويعتبرها من المقدسات، حتى انه التطاول اليوم ما عادش بكري نسمعوا مثلا يتطاول على صحابي على زوجات النبي، تو اليوم حتى على الذات الالهيه، الوقاحه وصلت معناتها للطبيعه نتاعها، ويلقى ديما شكون يدافع عليه وشكون يسمع له كلامه، معناتها المناهج التعليميه اليوم اليس اولى فيها وكيف عرض السبيل الى ذلك؟ وشكرا. نختم مع سي محمد سيدي الإمام. الراي المخالف، خاطر ثم ناس باسم الاختلاف
وبس الراحة هذه اللي عطاها الإسلام في اختلاف الرأي تبقى الناس تاخذه وتبني عليه أفكارها وتمرر فيه ما تريده. إذا إلى أي مدى يمكن أن يقف الاختلاف الشخصي صاحبي إلى أي مدى يمكن أن يقف؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أن العلم هذا العلم الجديد علم الصدق يقبلنا على برشة يعني مشاكل من عنيفية ولا بيقول في كلام سواء بالنسبة للذين يعني يراهنون على أقول بسط القاعدة الشعبية بالنسبة للعلوم الشرعية اليوم هيوم عشان نبحث يدعونا في وسائل الإعلام علشان نبحث على الناس يعني يعرفوا معلومات الناس ومكتسباتهم في العلوم الشرعية لكن تكون صفر إذا كان مقرص صفر ضعيفة جدا. ولذلك أنا أرى أن علم أصول الفقه اليوم وأنا عندي تجربة في هذا الحقيقة عندي تجربة في المسجد أني عندي مدة نتحدث في أقسام الحكم التكليفي إن أقسام الحكم التكليفي اليوم عند عامة الناس وهذا اللي روجوه متشدين روجوه ولا حتى الطرف المقابل اللي يحبوا يتحلوا من الدين أنه أما ثم واجب ولا ثم حرام وبهذا يصبح الدين يعني دين يعني منجوج شنو أما واجب ولا حرام في حين أن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمس أقسام. علم المقاصد اللي تفضلت سيادتك معناها وبشرته انا نقول ان واجبنا هو ايما والا يعني مختصين كما سيادتك هو ان نبسط هذا العلم للناس علاش ما يدخلش علم اصول الفقه المساجد الناس يخافوا من بل يخافوا حتى من علم الفقه قال كلام صعيب من فهموه انا نبداو الفقه مثلا نبداو بالدرجه بالدرجه هو خيال بعض الخيال يحضروا ف صحيح منذ خمس سنين ولا يعني ننحاف في هذا باش كونت مجموعة ولا يعني تحب تسمع الفقه ونرى أن حتى علم أصول الفقه لابنين الناس متمكنين يبسطوا العلم هذا لأنه الإنسان يقول له مثلا دلالة الأمر راه الأمر لا يفيد الوجود فقط وتبسط له أمثلة وتقول له الأمر راه يفيد الإباحة كله واشرب ولا تسلم وتبسطها للناس في حلقات ولا في جلسات العامة الناس ما عادش ينجم يجي واحد كي محمد طلق ولا غيره يضحك عليه ويقول له الخمر حلال وانا يقول له البغاء حلال ويقول له ما ثماش كلمة حرمت عليه. انا هذا حسب رايي والله اعلم معناها انه علم اصول الفقه علم المقاصد اللي الشيخ تحت معسول صحيح علوم صعيبة تقول لي هذه علوم ما انت نخبة انا اقول انبسطوا منها القدر الممكن كيف يعطينا البغاء اليوم معناش بقايا معناش حماية ولذلك اي واحد يطلع وهم يعرفوا الناس هذم الطالب وغيره يعرفوا الردود هذه يعرفوها أصل لأن ما يراهنون على جهل الناس ورد ذلك. شكرا بارك الله فيكم تسمحنا ويسمحنا الخيان كل باش نتقدم باسمهم جميعا بجزيل الشكر إلى الأستاذ عبد الرزاق ونطلب منك حاجة أننا توعدنا أننا نعقد معنا جلسة أخرى في موضوع شاسع وواسع حدد لنا موضوع معين وتجيب أحلانا في جلسة ممتعة في الحمامات ونتحدث في هذا الموضوع. أنا طلب أول طلب ثاني من الخيان النسخة اللي بين أيديكم التي هي كتاب وجابله من يريد أن يقتني هذا الكتاب فصيروا خاصة الوجود وضوء واقع. فشكرا لك ولكن كلمة أخيرة منك الحبوبة تقدم فيها كذلك شكرا لكم.